بكم برنامجنا هذا سميرز كيتشن وقدم لكم احلى والذ الوصفات، ارجو ان تنال اعجابكم. برنامجنا اليوم رح اسوي لكم هذه الاكله المميزه كلش العراقيه الاصليه، اسمها الحبيه او تسمى البقوتا او الصور الاكراد يسموها الكشكه. رح تكون وصفه كلش مميزه. There will be a short recap in English by end of this episode for our recipe today which is going to be cooked barley. لا تنسون أن تشتركون في قناتي حتى يوصلكم كل ما هو جديد من وصفاتي في الأسابيع القادمة. To purchase my cookbooks, Treasured Middle Eastern Cookbook, مختارات من فنون الطبخ, A Baking Journey, you can email me to order directly from me schola11@yahoo.com or you can order from amazon.com. لتحضير هاي الوصفة أول شيء رح نبدي بطبخ اللحم لأنه رح يستغرق وقت أكثر حتى ينطبخ. سو عندي هنا جدرية كبيرة مثل هذه، راح أضيف عليها شوية زيت، راح نحمس اللحم شوية بس حتى يصير لونه تقريبا بني، وبعدين نضيف للمي ونكمل طبخ. الزيت حمى، راح ناخذ قطع اللحم. شوفون ده نستعمل قطع اللحم لازم يكون بيها عظم حتى يعطينا نكهة كلش طيبة. راح نحمس اللحم بس شوية وبعدين نكمل طبخه. بهذه الطريقة راح ينطبخ بسرعة أكثر، كل المحلول اللي يكون بداخل اللحم يبقى بي من نسوي هاي العملية اللي هي تسمى السيرينج. وطبعا نسرع وقت طبخ اللحم كمان. تقدرون تستعملون أي نوع لحم، أنا أستعمل كتف بقر بس تقدرون تستعملون أي نوع لحم يعجبكم. حمسنا اللحم شوية، هسه راح نضيف المي وراح نتركه إلى أن يغلي شوية، بعدين نهدي الحرارة ونخلي الغطاء ونتركه حتى ينطبخ لمدة ساعة ونصف إلى ساعتين إلى أن ينضج كل الزيت. أنا عندي الحبية غسلتها، نشفتها من المي كل الزين، راح نضيفها في جدر مثل هذا وراح نضيف المي. لكل كوب حبية نحتاج كوبين من المي، هنا أنا عندي 3 كوب حبية 6 كوب مي. شعل النار وراح نضيف الملح والكركم. الكركم ينطيها لون كلش حلو وطبعا طعم همينة كلش طيب. راح نترك الخليط هذا كله إلى أن يبدي يغلي. محلول بدأ يغلي، راح نهدي الحرارة وراح نغطيه ونكمل طبخه لمدة 20 إلى 30 دقيقة حسب نوع الحبية اللي أنتوا دا تستعملون. الحبية تقريبا صار لها تنطبخ لأنه 5 دقائق لخها وينشف المي وتكون حاضرة. وراح نحضر البصل. هنا عندي مقلاة، راح أضيف قليل من الزيت وراح أحمس البصل. نضيف البصل مثل البصل، راح نضيفه فوق الحبية عشان نشفت كل الزيان. عدة دقائق وتكون حاضرة. اكو هواية من الناس ما يضيفون بصل، امينة اذا ما يعجبكم ماكو داعي يضيفون، بس هذا البصل يضيف نكهة كلش طيبة للحبية. هسه راح نقلي الزيت
ونضيفه فوق الحبيه ورمنشف المي كله. بس الزيت حمى كل الزين. وريحتها كلش طيبه. شوفون شلون طبخت بطريقه كلش صحيحه، راح تكون كلش طيبه وتعجبكم. راح نطفي النار ونتركها حتى تبرد شويه قبل ما نقدم. كانت وصفتنا اليوم، اليوم سوينا الحبيه او الباكوتا او القسم يسموها الكشكه. ان شاء الله نشوفكم في حلقات قادمه مع وصفات لذ واطيب. لا تنسون ان تشتركون في قناتي حتى يوصلكم كل ما هو جديد من وصفاتي في الاسابيع القادمه. Subscribe to my YouTube channel, like my videos, follow me on Instagram and Facebook. Recap for today's episode, we made cooked barley, which is called habiya or pakota. So first of all, what we did is we started cooking the meat. We used meat that has bones in it. So we sauteed the pieces of meat with some oil and then added some water and cooked it for about 1.5 to 2 hours until nice and tender. Then we cooked the barley after washing it and draining. We added barley and water, added some turmeric and some salt, and we brought the whole mixture to a boil, turned the heat down, covered it, and cooked it until for about 20 to 25 minutes until all liquid have evaporated. Then we sauteed some onion with some oil added to the cooked barley, and then we heated some oil and we added to the cooked barley, and it was ready for us to be served.